الحياة في مجملها خطوات، إما بنخطوها في الطريق نحو الهدف أو لا طريق ولا هدف. أهلا بحضراتكم، أهلا بكم في برنامجكم خطوات قدام، برنامجكم اللي كل أربع بنصلي إنه ينقل شعب المسيح خطوات قدام في تبعيته للرب. كل أربع بتوقيت تورونتو، حيث ننقل لكم من استديوهات الكرمة بكندا وحسب التوقيتات المختلفة لأحبائنا المشاهدين من كل أنحاء العالم. أهلا بكم في حلقة اليوم، لأنها حلقة أعتقد مميزة جدا، موضوع هام جدا 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 في حياتنا المسيحية. لا يمكن أن نحيا لحظة بدون أن نفهمه ونعيه ونحياه. وكمان بشكر الله من أجل ضيفي اللي بعتبره دلوقتي شريك للعمل، وبركة إن احنا نتأمل ونتعلم من كلمة الله مع بعض في هذا الموضوع المجيد. النهاردة هنتكلم عن الروح القدس، شخص الله، مقنوم الروح القدس الماكث معنا والذي يدوم فينا، وحيفتح معنا كلمة الله أخويا الدكتور أشرف لويس. أهلا بيك يا أشرف. متحمس ومتشجع إن إحنا نتعزى مع بعض بالإيمان المشترك. سعيد إن أكون معك حبيبي، سعيد أكون معك، ربنا يباركك. مبسوط نحن كمان اخترنا السبتايتل يبقى الروح القدس من جيل يوحنا. كنت بكلم مع اشرف، يعني طبعا انجيل يوحنا مليان كنوز، لكن نقدر ندرس شخص الروح القدس من كل اسفار الكتاب المقدس، لانه كله بيتكلم عن الله وهو اقنوم من اقانيم الثلوث. لكن انجيل يوحنا بصفه خاصه تحدث عنه على لسان الرب يسوع بصورة توضيحية مهمة جدا لنا كمؤمنين. الرب يسوع بيقول في إنجيل يوحنا صح 15 وعدد 26: ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد ليه. روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. الأول يا أشرف، نيجي نقرب من موضوع الروح القدس دوت. أحس أنه للأسف بنقرب من land mines، من يعني أرض ألغام، وده أفقدنا ككنيسة بركات غير عادية، لأنه سبنا أعظم عطية ادهلنا المسيح وهي روحه الذي أرسله لنا من عند الآب، وقعدنا نمسك في الخناقات والحاجات اللي مش هندخل فيها النهاردة برضه عشان أحبائي المشاهدين يكونوا عارفين. هنتكلم عن عمل روح القدس فينا وعن الوعود العظيمة اللي رب قالها لنا، وعدنا نمسك في أطراف الأمور ولم نستمتع بعطية روح القدس وبالحق الذي أعلنه وبعمل روح القدس فينا وفي العالم، ولم نفهمه ولم نحيا كما ينبغي. النهاردة مش عايزين نعمل كده. لا، مش هنعمل كده، لأن أنا لما حضرت درس رسالة الدكتوراه بتاعتي حضرتها في الروح القدس في حياة الرب يسوع وفي الكنيسة، وكانت صعبة علي أن ألاقي حتى مراجع في من القرن الرابع لغاية القرن الخمستاشر، مفيش مراجع عن الروح القدس، كأنه إلهه اختفى شالوه. لكن قبل القرن الرابع في كتابات رائعة متميزة، و كتابات الآباء والآباء الرسولين، يعني مثلا تورتليان لما يتكلم عن إنجيل يوحنا في الموضوع عن الروح القدس، يقول تورتليان ده اللي هو أول واحد قال كلمة الثالوث اللي حطها على قيمة في تورتليان، يقول كتاب إنجيل يوحنا كتاب روحي مليء بالكلام عن الروح القدس.
أغسطينوس في القرن الرابع يقول إن الكتاب المقدس يتكلم عن بيسموه شاور اوف لاف اللي هو دش المحبة اللي بيقدمه الروح القدس. لغايه ما جينا في القرن ال 15 ال 16 لغايه ما جه جون اوين وحط المجلد الثالث بتاعه كامل واتكلم عن الروح القدس بكل ما فيه. بعد كده البيوريتان اتكلموا عن الروح القدس بمقاييس عظيمه وجيده جدا لحدود غير عاديه. وبعد كده بدات الكنيسه تنقسم الى ثلاث انواع في العالم: الناس اللي ما عندهاش فكره لا يعرفون شيء، فيا اما جداد على الايمان، يا اما ما بيقروش الكتاب، يا اما ما تعلموا، او كنيسه ما تتكلمش عن الرب يسوع اساسا، عن الكتاب المقدس، فالناس دي ما عندهاش فكره، او ناس مسليد، يعني ناس ما عندهاش الفكر السليم، فبي اما بياخدوا الروح القدس بس لوحده ويبقى هو الكتاب المقدس بتاعهم والعمل بتاعهم وافكار وينسوا الكتاب المقدس كله، يا اما ناس ضد الروح القدس تماما ويطلعوه خالص من الكتاب المقدس وكانه مش موجود. لكن في ناس اللي هو الويل انفورمد، الناس اللي بيعرفوا كويس، اللي هو بياخدوا الكتاب المقدس كامل لان الروح القدس هو الله، والروح القدس شريك كامل في كل عمل اتعمل على الارض، سواء في الخليقه، سواء في الخلاص، سواء في الكنيسه، فالروح القدس هو جاي عشان يمجد الرب يسوع. فاذا ما درسناش عن الروح القدس، طب نعرف ازاي الرب يسوع قيمته وجوهره وكيانه وان الروح القدس جاي يمجده؟ فاذا ما كنتش تعرف الاستاذ اللي هيعلمك عن الرب يسوع فتبقى مشكله كبيره قوي. تاني حاجه، الروح القدس مش شخص، مش شيء، الروح القدس شخص، هو الله، مش قوة، مش طاقة، مش شيء، مش شخص، شخص بيحزن، شخص بيحزن وشخص بينطفئ زي ما بننطفئ احنا نكون في قمة النور وننطفئ، شخص بيتألم، عنده إرادة وعنده تفكير وعنده، شخص بيقود وكان ليه رأي في وسط الكنيسة. التلاميذ يقولوا كده الروح القدس ونحن، فالروح القدس كان ليه رأي في إدارة الكنيسة، الروح القدس كان بيتكلم، كان شخص قاعد معاهم وكان قال الروح القدس افرزوا لي بنات رأى الروح القدس ونحن مظبوط. شخص الله، شخص الله، الله الله كامل، اما رب الان فهو روح حيث يكون، وده اللي قاله، وده يوحنا في تمييزاته، لان يوحنا دايما بيتكلم عن الله، قال ان الله محب في رسالته الاولى، وقال ان الله نور، لكن هنا في انجيل يوحنا قال ان الله روح. فده تمييز للروح القدس. لكن يوحنا كمان كان متميز في حاجات كتير. طيب انا عايز اسال يعني، والجوبك احنا هنتكلم عن روح القدس يعني انا مبسوط ان انا جاي دلوقتي اعصرك، يعني اخد خلاصه تعبك 6-7 سنين دراسه في الدكتوراه عن روح القدس، ماجستير ودكتوريه، حتى ماجستير ودكتوريه، يعني لنفع السامعين، فبشكر الله من اجل المجهود دوت يا اشرف، وبصلي ان ربنا يستخدمه لبناء الكنيسه ولتعليمها عن روح القدس، فاستعد للعصره. لكن ليه اخترنا النهارده انجيل يوحنا؟ يعني ليه فكرنا ان احنا نبدا نتعلم الروح القدس من انجيل يوحنا؟ وانا بدرس عن الروح القدس، الاناجيل الثلاثه الاولانيين بيحكوا عن سيره الرب يسوع، حكايته، كل واحد فيهم من وجهه نظر، وحقيقه متى مرقس بيحكوا عن متى خد الرب يسوع، متى خد الرب يسوع من اتجاه انه ملك وانه المسيح المنتظر، وعشان كده ادوا له صوره اسد. مرقس خده من جهه الخادم، وعشان كده ادوا له صوره التيس او الطور، لان هو اكتر واحد، اكتر حيوان بيخدم. ولوقا اتكلم عنه كابن الانسان، فادوا له صوره شخص انسان من غير وجه. لكن يوحنا اتكلم عن السماويات، اتكلم عنه كابن الله، فادوا له صوره النسر اللي بيتطلع الى السماء دائما، والكلام ده واخدينه من اربع اشكال، من اربع وجوه الموجوده في حزقيال 1:10. هايل. انا عايز ارجع للكلام ده، لان في مشاهدين كتير دلوقتي يعني بتتفك الالغاز بتاعتهم. فاحنا بنتكلم على الاناجيل الاربعه، وناس كتيره كانت تقول ليه عندنا اربع اناجيل؟ اتاري احنا ما عندناش اربع اناجيل ولا حاجه، هو احنا عندنا انجيل واحد، اربع شهود بس، انجيل بحسب متى، وانجيل بحسب مرقس، وانجيل بحسب لوقا، وانجيل بحسب يوحنا، اربع شهود. فهو انجيل، الانجيل هو البشاره السار، الخبر السار، ان المسيح هو ابن الله الذي تجسد واتى وعاش بيننا وخدم وصنع المعجزات وعلم وتالم ومات وقبر وقام منتصرا حسب الكتب، زي ما الرسول بولس بيقول. فاحنا عندنا انجيل واحد
من أربع أوجه. مظبوط. والأربع أوجه ديت اللي شبهها الآباء اللي جابوا التشبيه اللي في سفر حزقيال وسفر الرؤيا وقالوا التترامورف دوت الأربع أشكال اللي أنت لسه قايلهم يا أشرف. معلش وضحهم لنا تاني. يعني شبهه متى، شبه متى كشخص، لأنه متى كان بيتكلم عن اليهود وبيتكلم عن المسيح المنتظر وبيتكلم عن المسيح كملك لأنه كانوا منتظرينه كملك. فحطوا صورة الأسد لأن الملك هيجي من سبط يهوذا، فحطوا صورة الأسد. فمتى كتب الإنجيل بحسب متى، يعني مش إنجيل متى، حسب شهادة متى. يعني مش إنجيل بتاعه هو، هو ده إنجيل يسوع المسيح بس بحسب كتاب اليوناني بحسب متى. خلاص. فشبهوه أنه هو ملك، أو شبهوه بالأسد لأنه ملك ومسيح المنتظر لأنه جاي من سبط يهوذا، لأنه متى كتب عن المسيح كأنه مش كأنه، لا يعني هو ملك ومسيح، بكونه الملك والمسيح المنتظر. وعشان كده يكلم كتير أوي عن ملكوت السماوات مثلا، يكلم طبعا. ولما يجي يكلم عن المسيح اللي هو إيه، ولما جلس تقدم إليه تلاميذه كأنه موسى اللي جاي التاني اللي كل بيعلم. واحد كل واحد ليه مسمات في كتاب كتاباته، بس احنا بنعرف حتى الكلام ده اتقال، لكن ناخد بالنا ان في واحد بس اللي عمل الكتاب المقدس اللي هو الروح القدس، لان رجال الله القديسين كتبوه مسوقين بالروح القدس، فكلهم سقيوا من الروح القدس عشان يدينا وجهات نظر مختلفه عشان نوصل لاكثر معرفه عن الرب يسوع وعن الله وعن احنا علاقتنا ايه بالسماء. فالتفاعل الديناميكي الحيوي الروحي الفعال دوت اللي هو الإناء البشري استخدمه الروح القدس عشان يكتب، عشان يكتب استخدمه بكل مواهبه بكل أفكار بوجه نظره وكل رؤيته وكل شهاداته، فكتب. بس الروح القدس بيوجه كل الأمور طبعا عشان يحطها في قمع واحد، في قمع واحد عشان ينزل هو منتج واحد. منتج النهائي كان عمل عجيب جدا في صاغ الله الكلام اللي هيوصلنا طبعا. فمتى لما كتب على المسيح كتب ان هو ابن داود ابن ابراهيم جاء ليملك مظبوط وليتمم النبوات، ولانه كان بيكلم على اليهود فبدا من ابن ابراهيم. فمتى كتب اليهود. مرقس بقى، مرقس ما ذكرش خالص رساله الرب يسوع، مرقس دخل على الخدمه على طول. فكان وجهه نظره ان يسوع ده الخادم، الخادم المخصص للعمل، فادوله الطور، لان اكتر حاجه في وجهه النظر الشعب الموجود اللي بيخدم هو الطور. الطور كان بيبقى والكلمه والجمله المحوريه في متى ان هو في مرقس ان هو جاء ليبذل نفسه بفديه عن كثيرين. مظبوط. بعدين كده لما ناخد ابن الانسان، وابن الانسان اللي اتكلم عنه لوقا، لان ابن الانسان لما بيسمعها اليهود لغايه دلوقتي بيعرف ان هو بيتكلم عن المسيح المنتظر، وبيعرف لما هو الرب يسوع قال ان هو ابن الانسان بيبقى عارفين ان هو المسيح المنتظر، لان موجود عندهم ادله كتير جدا في ابن الانسان. فجه يتكلم عن ابن الانسان لانه كان بيتكلم عن كانسان بيعمل كل حاجه كانسان، الله الكامل عبد يهوى الكامل، كان بيتكلم عنه بصوره واضحه في ده، فادوله صوره انسان بس من غير وجه. ولو اركز ان المسيح مش بس اليهود بس، لكن للامم، وعشان كده بدأ من آدم. مش كده؟ لكن طبعا يوحنا، طبعا يوحنا خده كابن الله، وعشان كده قال في البدء من البداية خالص، في البدء كان الكلمة، بدأ مع سفر التكوين. طيب فإذا هو فلوقا كان بيتكلم عن ابن آدم ابن الله، مظبوط، فبيتكلم عن المسيح ابن الإنسان المدعو للعالم كله، ودي الحاجة الغريبة إنه حط آدم كابن الله. لكن هو دي بداية صحيحة ومنطقية وموزونة، لكن لما جه يوحنا يكتب بعد 45 سنة من مرقس، وكانت الأناجيل اتكتبت من 60 لـ 70، يوحنا كان شيخ وكان عجوز، وناس تقول انه كتب قبل الرؤية وفي ناس تقول كتب بعد الرؤية، لكن يوحنا حط اللي في قلبه، لان يوحنا كان بيحب الرب يسوع جدا، والرب يسوع بيحبه، هو كان مفتخر جدا الرب يسوع بيحبه، فكان بيكتب عن التلميذ الذي يحب يسوع دايما، لدرجة ان بعض الشراح قالوا ان عرس قنا الجليل، عرس قنا الجليل ده كان فرح يوحنا، وعشان كده العذراء مريم دخلت لانها كانت خالت يوحنا، فكانت اتدخلت في الامر، وبعض الشراح يقول الكلام ده، بس طبعا يوحنا ما قالش، فاحنا ما نقدرش نقول حاجه. لا، والف مبروك باي حال من الاحوال يعني. طيب فكرتني نبعت التهنئه، لكن اجمل ما في الموضوع انه كل وجهه يا اشرف وضحت لنا
جنب من شخص المسيح. مظبوط. يجي بقى يوحنا يشوفه زي النسر فوق، فاللي هو يشوف السماويات، فبدل ما يشوف المسيح في خدمته الارضيه بس يبص على المسيح كابن الله. طبعا. فيبدا مش في بدء مجيء الارض، لكن في البدء كان الكلمه منذ. ولا زال لغايه النهارده في دكتوراهات كبيره بتتعمل في الـ في الـ في الاعداد الاولى في انجيل يوحنا، لان في البدء كان الكلمه، كان الكلمه عند الله، وكان الكلمه الله، لانها ده الثالوث في حد ذاته اللي انا درست فيه كتير. لا زال محير ناس كتير، ولا زال متعب لناس كتير، لكنه ده حقيقه. لان الرب يسوع هو قال اذهبوا عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، فالرب يسوع حطهم في الترتيب الصح بالاسلوب الصح عشان تكون المعموديه كامله، لان اسم الله كامل موجود فيهم. فلكن لا زال بيدرس انجيل يوحنا لغايه دلوقتي، ويفضل يبقى انجيل يوحنا جوهره جواهر الكتاب المقدس، قمه جواهر الكتاب المقدس، لان فيه امور عجيبه، ولدرجه ان كل الدارسين عنه استمتعوا بيه وفرحوا بيه وفسروه بطرق مختلفه واشكال مختلفه وامور مختلفه. امين. هايل. طيب قول لنا بقى قبل ما ندخل عن الروح القدس في انجيل يوحنا، علشان ده موضوع النهارده اللي احنا نفسنا نتعلم عنه، قول لنا شويه عن خصائص انجيل يوحنا دوت. انا شايفك ماسك الكتب مش قادر. لا وبعدين دون كارسن تلعب على دون كارسن استاذي. طيب انا اللي درسنا عندك الواجب عندك كويس قوي. اللي درسني العهد الجديد كان دون كارسن. لا دون كارسن طبعا انجيل يوحنا من المراجع الاساسيه. معلش يا اشرف وقف ثانيه للاحباء اللي حابين يدرسوا فعلا وقادرين يقتنوا ويقروا بالانجليزي. لما في يعني في مواقع ودوائر بحث كتيره بتصنف التفاسير بحسب طبعا يعني عمقها الاكاديمي ودراستها للغات وللجرامر وللسنتكس والخلفيات وللحاجات كتيره جدا، فبيرقموهم. استاذ اشرف اللي درسه عهد جديد اللي هو دون كارسن، دونالد كارسن، التفسير بتاعه لانجيل يوحنا اللي على جزئين واخد مقفل العداد، يعني واخد ياخد مش بس يقفل العداد، الراجل بذل مجهود غير عادي وأمانة علمية غير عادية وصدق في اللي بيقوله. وتاني حاجة بيتكلم بطريقة فيها حكمة وطريقة فيها موضوعية جدية جدا وأمين في اللي بيقوله، وما أقدرش أقول إن هو غير أحسن ما كتب في إنجيل يوحنا لغاية دلوقتي. فلو حد يعني هيقرأ كتاب واحد عن إنجيل يوحنا وقادر يقرأه بالإنجليزي فهو ده الكتاب. يلا أوريك المراجعة عشان نقولهم بسرعة أو نشوفهم بسرعة. ده انجيل يوحنا اقرا انت Gospel according to John، وبعدين ديفيد فورد. ديفيد فورد وده استاذ كبير. انجيل يوحنا ده تفسير لاهوتي ثيولوجيكال كومنتري. تفسير لاهوتي مظبوط. وبعدين اله انجيل يوحنا ماريان تومسون. تمام. هايل. وبعدين رمزي مايكلز في النيكوت، دي برضو دي سلسلة معروفة عن إنجيل يوحنا، تفسير إنجيل يوحنا ومشهور وكتب كتاب وكتابه رائع. الخاص ليون موريس طبعا دارس معروف الإنجيل بحسب يوحنا، من أعظم الشراح لكل الكتب. كتابه في إنجيل يوحنا كتاب رائع. هنا طبعا ده كتاب فيري ديب، لأن هيرمان ريدر بولس استاذ كبير في الثيولوجي وكاتب كلام رائع. ده تفسير لاهوتي ليوحنا برضو. وده طبعا ده كتاب متميز. كوستنبرجر طبعا ده استاذ عهد جديد معروف جدا. علامات المسيا ده مقدمه لانجيل يوحنا. وبعدين عندك هنا وكريك كينر طبعا. كريك كينر استاذنا كلنا، ده استاذ كبير وتفسير لانجيل يوحنا طبعا. وبعدين هنا هذا يوسيفس. اعمال يوسيفس. ان يوسيفس ذكر اشياء كثيره موجوده في الكتاب المقدس وغيره وغيره وغيره. لكن انا قبل ما امشي بنصح لو انت تقرا انجليزي كويس بليز اشتري الكتاب ده او نزله فري من على الويب سايت واقراه، استمتع بيه كل يوم، اقرا جزء منه، لانه بيتكلم بصوره رائعه عن الروح القدس، بيتكلم عن الرب يسوع. وحقيقه الناس دي ما سابتش حاجه، البيوريتانز ما سابوش حاجه، فاستمتع بيه. لانه ان كان صعب شويه الانجليزي بتاعه، واتمنى انه يترجم للعربي، اتمنى انه يترجم للعربي. فاليو فيجن ده كتاب صلوات يعني وتاملات، ناس كثيره بتحب تقراه.
زوجتي بتحبه جدا وحتى بتحب تهديه لناس من كتر يعني عمقه الروحي. زكيوس. لا حقيقي كتاب رائع. انجيل يوحنا بقى. انجيل يوحنا لما ناخده بالصوره العامه، انجيل يوحنا اتكتب ما بين سنه 85 ل 95. انجيل يوحنا اتكتب تقريبا ما بينه وبين اول انجيل اتكتب اللي هو انجيل مرقس من 45 ل 50 سنه. طبعا يوحنا لما كتب انجيله كانت الاناجيل الثلاثه موجوده، لان انجيل يوحنا الوحيد اللي كتب 8 معجزات، طبعا منهم معجزه احنا عارفينها كويس كلها ايام الرب يسوع، فسبع معجزات منهم 6 مش موجودين في الاناجيل الثلاثه الباقيين. انجيل يوحنا الانجيل الوحيد اللي اتكلم وقال انا هو في 7 مرات عشان يثبت ان هو الله. انجيل يوحنا متميز في حاجات كتير، ما اقدرش نقول انها غير ان هو الانجيل الوحيد اللي اتكلم بدقه وبصوره قويه عن الروح القدس. انجيل الوحيد اللي ذكرت فيه كلمه المعزي باراكليتوس، والانجيل الوحيد اللي قال روح الحق، ما حدش قال روح الحق غيره. الباراكليتوس اتذكرت 4 مرات في انجيل يوحنا، واتذكرت مره في رساله يوحنا الاولى، فاذا هم 5 مرات اللي اتكتبوا في العهد الجديد، في العهد الجديد كله منهم 4 موجودين في انجيل يوحنا. ودي كلمه كبيره هنتكلم عنها واحنا لما نوصل لها. لكن انجيل يوحنا كمان انجيل متميز في امور كتيره خالص، و ذهب نقول ايه، ما اقدرش اقول غير ان هو ذهب في كل. فبعض الشارحين الشراح قسموه لاربع زيارات الرب يسوع زارهم لاورشليم. الرب يسوع في مده خدمته الجهريه 3.5 سنين، فكل يهودي المفروض ان هو يطلع يحضر 3 مرات 3 اعياد. فال3 اعياد الرب يسوع اختار اكيد طلع 3 اعياد واكثر، فاذا هو كان في اورشليم اكثر من 10 12 مره. لكن الانجيل يوحنا اختار 4 اعياد، اختار منهم الفصح، وبعدين عيد الاسابيع او ال50، وبعدين المظال، وبعدين الفصح الاخير اللي ما رجعش تاني. الرب يسوع كان على الصليب رجع لهم تاني لما قام من الاموات وقابلهم في الجليل زي ما قال لمريم. فادي التقسيمه بتاعه ده. في تقسيمه ثانيه معلش اشرف عشان الحبايب المشاهدين يكونوا متابعين. حبايبي اليهودي التقي كان يصعد لاورشليم 3 مرات في عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد الحصاد اللي هو عيد ال50 وعيد المظال. فدي حياته الدينية حيث يذهب إلى أورشليم لو قدر. فيوحنا أو الإنجيل بحسب يوحنا يذكر لنا 4 مرات يسوع يعني اللقطة فيها يبقى في أورشليم على مدار السنين خدمة المسيح. وعشان كده في ناس كتيرة تقول لك لا يوحنا مش مترتب كرونولوجيكال وزمنيا، يوحنا عبقري في الترتيب، بس هو ركز على المعجزات زي ما انت قلت وعلى التعليم اللي بتبرهن لاهوت المسيح وكلام المسيح عن نفسه اللي مرتبط بالمعجزة، يعني يعمل معجزة اشباع الجموع ويقول انا هو خبز الحياة. معجزات السبعة اللي بدأت من عرس قنا الجليل كل يعني ألف مبروك، ولو كان فرح يوحنا اللي هو حول المية الخمر إلى معجزة إقامة ميت قد أنتن لعازر، بالإضافة طبعا لأعظم معجزات هي قيمته شخصيا. لكن بعض الشراح يقولوا إن هو بيتقسم لثلاث أجزاء، بيتكلم عن الحياة من يوحنا 1 ل7 وذكر كلمة حياة 35 مرة. بيتكلم عن النور في يوحنا من 8 ل12 وذكر كلمة نور 11 مرة. بيتكلم عن المحبة من يوحنا 13-21 آخر إصحاح ذكرها 35 مرة كلمة المحبة. فبيقسموه بالطريقة دي. الغريب أن إنجيل يوحنا أكتر إنجيل تهاجم، أكتر إنجيل تهاجم على مر التاريخ. لأن إنجيل يوحنا لما نلاحظ أن هو كل الكلام اللي اتكتب فيها عن الروح القدس اتكتب عن لسان الرب يسوع شخصيا، عاد شهادة يوحنا في إصحاح 1 وتعليق البشير يوحنا في 7-39. لكن كل اللي اتقال بعد كده عن الروح القدس اتقال على لسان الرب يسوع، فاتهاجم هجوم شديد جدا. لكن لان الرب ليه طرقه في انه يسخر من المهاجمين. البرديه الوحيده اللي موجوده حاليا، اقدم برديه
موجودة عن الكتاب المقدس موجودة من إنجيل يوحنا، لأنه لقوها في مصر في البهاسنة في بهنسة سوري بهنسة بهنسة صح لما تقول ده في المنيا. أنت بحراوي بقى. أنا عارف في المنيا خد بالك. لكن لقوها أشرف من ناسنا الطيبين اللي من الشرقية. أنا مش أنا أساسا من سوهاج بس أوكي إيه من طحطة بس. لكن ال 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 لقوها هناك وكانت مكتوبة. والغريب انها جزء اللي لقوه كان رد رب يسوع على هيرودس بيلاطس لما قال بيلاطس قال له ايه الحق انا الحق قال له هو الحق فين وقفل فقفل. لكن اللي هي بي 52 روح اقرا عنها بي 52 دي فراجمنت دي زي يعني لفافه صغيره قد قد الماستر كارد دي في مانشستر دلوقتي موجوده في مانشستر مظبوط كده وقد الماستر كارد لا اكتر ولا اقل حجمها قد الماستر كارد يعني يعني حبائي ده يعني ترجع في تاريخها الى تقريبا زمن كتابه الانجيل 25 سنه فرق بيقولوا من بعض الشراح بيقول سنه 100 بعض الشراح يقولوا 95 بعض الشراح يقولوا 25 لكن نقدر يعني نقول اقصى حاجه 20 سنه amazing يعني لما ناخد الافرج بتاعهم كلهم يبقى 15 سنه ولو 115 ولو هو الرب لو الانجيل يوحنا كتب على اخر حاجه دي 95 يبقى في فرق 20 سنه ده اقصى حاجه يعني. فطبعا لا يوجد في التاريخ كله اي شيء موجود للنسخه الاصليه بقرب 20 سنه طبعا مفيش في اي كتب يعني اي مخطوطات بقى هوميروس الالياذة والالياذة وهوميروس قد ايه ده الالياذة وهوميروس كل ما رجعهم 6 كتب 7 كتب النهارده احنا عندنا لما بنتكلم عن الكتاب المقدس بنتكلم على 20000 و30000 نسخه 40000 نسخه في البدايات. فاذا الكتاب المقدس وبعدين ده لقوه في مصر ده في مصر يعني ما كانش يعني كان اتكتب ولف وراح مصر. فاذا يعني اتس فيري اقول يعني فوق مخيلة البشر ان يتلاقي ده في مصر يعني. لكن نشكر الرب ان لقوه نشكر الرب ان موجود ومحفوظ لينا. لكن ده اللي اقدر اقوله الرب بيسخر من الناقدين باسلوبه الطبيعي باسلوبه هو ان هو بيلاقي الحق مظبوط. طب احنا معانا مكالمة بس انا يعني مبسوط ان احنا دخلنا في انجيل يوحنا. انا مش عارف الاخ عريان مصر اولا مستمتعين او بالحوار رائع جدا والتعليم الجميل وانا شايف الحلقه دسمه رائعه جدا ربنا يبارك رضي الله مبارك. لكن هتكلم بلسان حد كان بيدردش معايا صديق يعني معلش انا اسف يعني استحملني على السؤال. قال معجزه اللي هو المسيح عملها في انجيل يوحنا اول معجزه حول الميه لخمر. انتوا بصوا يعني معلش انا اسف اتكلم بلسانه يعني ببساطه قوي. بص المسيح عمل خمر والخمر بيعمل ايه في الانسان وبيدمر الانسان واحد يحكي شويه حاجات كده صعبه قوي. فين يعني دي معجزه يعني انت عاوز تقول المسيح اول ما عمل معجزه حول الميه لخمر بص الخمر حرام مش حرام بيعمل ايه في الانسان ده كلامه. لو في حد بيفكر بالطريقه دي انا اسف ان انا قلت السؤال ده رغم الحلقه الجاف يعني جميله جدا وشايف الموضوع رائع بس يمكن حد بيفكر بالطريقه دي. ده كان سؤالي وكان نيه تب الصلاه لاجل مدام القسيس ويليام جاي هو توفى اليومين اللي فاتوا ومحتاجين ان احنا نصلي لاجل الاسره لان ولاده والمدام بتاعته يعني محتاجين صلاه. اكيد اكيد اخويا عريان شكرا للفت نظرنا للاتصال اختنا الغاليه وهنجاوب على سؤالك شكرا لمداخلتك. الخمر جزء من التاريخ اليهودي وكؤوس الخلاص هي كؤوس خمر طبعا. لكن الخمر يشرب كطقس ويشرب مع الفرح في الافراح لكن منعنا احنا منه كان ان احنا نذكر بيه لان ليس الخمر للملوك يا لموئيل لكن احنا اتقلنا لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة لكن امتلئوا بالروح القدس. فالخمر بيشبه الروح القدس لكن الرب يسوع لما عمل ده لان دي كانت عادة اجتماعية لو ما كانش فيه خمر تبقى فضيحة في وسط البلد طبعا. وتبقى مشكلة كبيرة للعريس والعروسة ويفضلوا عايشين في شيم طول عمرهم. فالرب يسوع عارف العادات الاجتماعية بتاعت الناس والرب يسوع دايما بيتجاوب مع الناس فحول الماء لخمر مش عشان يقول لنا ان الخمر ده شيء صالح ولا جيد لكن حوله لان الرب يسوع حول حياتنا احنا
من الماء الطبيعي العادي الى حياة خمر وفرح اللي هو الخمر السماوي بالروح القدس. فاحنا هنكون معاه في عرس الخروف وهنشرب الخمر السماوي ونفرح به، لان الرب يسوع كان قصده ان هو يحول ده، يحول حياتنا العادية، لانه ما حطهاش. لو كان عايز يقول الكلام ده كان حطه في زقاق الخمر، لكن ده خد اجران مش بيس المية، ده خد اجران مية التطهير، مية التطهير اللي هي انقى مية بيحطها اليهود، وملاها بخمر جديد ملوش علاقة بالخمر القديم. فده خمر جديد اللي هو قال ان انا اشربه معكم في بيت ابي، فاذا في هناك افراح منتظرانا في السماء. لكن الاكتر من ده والمهم خالص نعرفه ان الكتاب المقدس قال عن المعجزه دي انه امن به تلاميذه، فكان هدفها مش بس يحول الميه الخمر او يحقق سعاده، لكن هدفها ان تلاميذه اللي لسه جايين مع اول مره فيعرفوا، لان واحد منهم هو ناثنائيل من قانا الجليل. فالعمليه كانت فيري كلها في بيتها، يعني كلهم طبعا قريبين. واحنا نعرف ان بعد كده ان الرب يسوع لما جاء يقول لهم اسرار الملكوت في الابر روم ديسكورس او اللي هو حديث العليه، اتكلم معهم هو حديث العليه من 13 ل 17 انجيل يوحنا، اتكلم في 14 ل 16 واتكلم معهم من غير بعد ما يهوذا خرج. فاذا ادي بس الاسرار لل 11 تلميذ اللي هم قريبين منه. لكن ده كان الهدف كله من المعجزه انها تدينا فكره ان احنا من حياتنا مهما كانت عاديه الرب يقدر يحولها لفرح. وتدينا فكره ثانيه ان الرب يسوع ما بيعملش معجزه الا ما يكون مهدف وعارف ليه، لان الرب يسوع ما بيعملش حاجه غير ما بياخد من فوق الاب يقول له فكان بينفذ. مين عارف احنا المره اللي فاتت يعني في حلقه سابقه واحبائي لو تقدر ترجعوا لها اتكلمنا عن الفرح والعريس وتقاليد العرس في الجليل. لكن اللي نعرفه انه لو كانت فرغت الخمر في الوليمة الناس ممكن تعمل لو سوت يعني لو سوت تقدر تقاضي العريس. ايه العار؟ ايه الخزي؟ انت جاي تحط راسنا في التراب يا عم، انت جاي تجرسنا يعني وتجيبنا على عشان كده يا ابو العريس ما كانش يسمح للعريس ان يروح ياخد العروسه لما غير ما يتاكد ان كل جميع جاهز. فعشان كده مش عايزين بنات الناس مش لعبه يعني. لا طبعا. ولا عادات الناس لعبه، الناس دي عندها ولا عادات طبعا. فالعظيم ان الرب تعامل مع الخزي والعار اللي كان ممكن يحصل وحوله لشرف وكرامة وبركة وفرح. والحاجة الأهم بقى يا أشرف، وإحنا داخلين على موضوع في غاية الأهمية زي روح قدس أحبائي، وشكرا يا عريان لسؤالك أحبائي. كتير قوي بنقف أمام المفاهيم الروحية اللاهوتية العميقة ونعثر بسبب ربطها بمفاهيم جسدانية أرضية مختلفة. بمعنى لو نقول المسيح ابن الله هذا لا علاقة له من قريب أو من بعيد بالتناسل الجسدي. لما نتكلم على الوحدة في الثالوث لا علاقة لها بالوحدانية في الثالوث للتعبير الأدق، لا علاقة لها بالوحدة بالمفهوم الأحادي اللي احنا متوقعينه. فمن فضلكم افتحوا قلوبكم للمفهوم الروحي. نتكلم عن الروح القدس الذي يسكن فينا، ده مش مادة ده روح. وبنتكلم على ليفل تاني محتاج قلب مفتوح أكتر من عقل مفتوح. عايز ادخل بقى في الغميق. الجيل يوحنا في اول اصحاح اتكلم عن روح القدس بصوره عجيبه، اللي بعد مقدمه اللي حيرت الناس ولا زالت تحير الناس، وقف يوحنا المعمدان او قال وشهد يوحنا قائلا اني قد رايت الروح نازلا مثل حمامه من السماء فاستقر عليه، وانا لم اكن اعرفه، لكن الذي ارسلني لاعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بروح القدس. دي شهاده يوحنا. فاذا يوحنا حصل
في شهادة يوحنا في ثلاث أجزاء. ده يوحنا المعمدان. ده يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان قال ما أنا ما أعرفش مين المسيح، لكن ربنا قال له اللي حقيقي يتعمد منك وتستقر الحمامة عليه هو ده المسيح المنتظر. تاني حاجة اللي هتستقر الحمامة عليه هو الشخص الوحيد المسموح له انه يعمد بروح القدس، وده الكلام ده طبعا تنفذ في اعمال واحد انه اتقال له يتعمد بروح القدس، ان اتعمدت الكنيسة كلها بروح القدس عمل اتنين. فده اللي حصل. لكن الشيء المهم في انجيل يوحنا واللي ما ذكرش في اي انجيل ان الحمامة استقرت على الرب يسوع استقرار، لان احنا نعرف ان روح القدس كان بيجي بمهام رسمية للملوك وللانبياء بمهام رسمية، لكن هنا استقر الروح القدس على الرب يسوع اعلان للعهد جديد لفكر جديد لاسلوب جديد، لان الروح القدس ما خرجش من الارض تاني بعد ما استقر على الرب يسوع. لكن هو لما قال لتلاميذه انتظروا لما تلبسوا قوم الاعالي اللي هي ايبي، كلمه تلبسوا اللي هم مختلفه عن اللي قالوا في حديث العليه، لان حديث العليه قال لهم ان الروح القدس معكم والروح القدس فيكم معكم. لكن هنا الروح القدس عليكم يحل عليكم. فالثلاثة مختلفين، لان الحلول الروح القدس بالقوه اللي هو المعموديه او الامتلاء بالروح القدس، سميها زي ما تسميها، المسميات كلها زي بعضيها، لكن في اختبار السكنه اولا، والاختبار اللي قبل كده قبل السكنه اللي هو الروح القدس معنا اللي هو بيجيبنا كلنا للرب يسوع، ما هو معانا بيزق فينا ويقنعنا ويحاورنا لغايه ما نوصل ان احنا نقبل الرب يسوع او ما نقبل الرب القلب ويدوب كل حاجه ويغير الظروف ويغير الاحوال ويظبط الامور. بشرط انك تقبل الرب يسوع، مجرد انك تقبل الرب يسوع يسكن فيك، مجرد انه سكن فيك فانت اصبحت ابن الله. خد بالك، لان كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يكونوا أولاد الله. فده أول حاجة. تاني حاجة في اختبار تاني اللي هو اختبار القوة، إن الروح القدس يحل عليك، وده اللي حل على الكنيسة وقاد الكنيسة، وده اختبار ناس بتسميه الملء، ناس بتسميه المعمودية، لكن هو الكتاب المقدس قال عن معمودية الكنيسة إنها معمودية، لأن ده وعد الرب يسوع إن هو يعمد بروح القدس، فالرب يسوع عمد الكنيسة كلها بروح القدس. ده الموجود، لكن ده اختبار يوحنا، وده اختبار مش سهل، لكن ما يعديش عليك إن كانت العلامة ان الروح القدس يستقر عليه. ده قاله انا، لكن انا لم اكن اعرفه، لكن الذي ارسلني لأعمد بالماء الرب اللي ارسله ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. وبعدين استقراره عليه قال لك ان هو المسيح. فده شيء رائع وشيء غير عادي ان يوحنا يقول الكلام ده في البداية. لو انا اعدي وادخل على الاصحاح 3 الاصحاح الرائع اللي اتكلم فيه عن نيقوديموس، ونيقوديموس ما هو شخص عادي، لان نيقوديموس هو يهودي من السنهدريم، اسم يوناني لكن اللي هي نيكو اللي هي نايكي اللي احنا بنقول نايكي اللي هو الفيكتوري انتصار، ونيقوديموس الشعب، فهو نيقوديموس اللي هو الشعب انتصر، فده اسمه. والراجل ده كان استاذ الاساتذه معلم اسرائيل، يقول الرب يسوع يقول لا معلم اسرائيل لا يعرف، فكان استاذ الاساتذه عندهم. لكن لما جه للرب يسوع كان في حوار مع الرب يسوع، والرب يسوع قال له لابد ان، يعني لو ناخد اللي قاله الرب يسوع بدقه، اجاب يسوع له في عدد 3 أجاب الرب يسوع وقال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. فطبعا الرجل برجل وحصل له نوع من أنواع الاختلاط، أو كان نوع من أنواع التحكم. فكان ناس مفسرين يقول لك إن نيقوديموس يعني بتقول إزاي يولد من فوق، هو في حاجة تانية حاجة اسمها كده، فكان بيتحكم، فكيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ لعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية. فالرب يسوع رد عليه بمنتهى المحبة واللطف، أجاب يسوع الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات. وأنا عايز أعلق على كلمة الماء، لأن الماء مهمة قوي، لأن لو قريت العدد 6 اللي بقراها، عدد 6 المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح روح هو، فمفسرين كتير يقولون الماء هو الجسد، لأن الإنسان بيولد من ماء، كان موجود في ماء وهو بينزل. لكن مفسرين كتير جدا بيقولوا أن الماء هو كتاب مقدس كلمة الله، فكل الاثنين it's okay. لكن ناس كتير بتقول أن الإنسان بيولد من روح من الماء من كلمة الله والروح، وناس تانية بتقول ان هو يتولد بولادة عادية، لازم يكون ولادة عادية وبعدين يتولد الولد التاني، واتفر للتفسير، لكن هو المهم ان يتولد من الروح. يعني بنتكلم على الولادة الروحية والولادة من فوق، لا يقدر ان يدخل ملكوت الله الا ما تولدش من الروح.
سواء انت الكلمه كانت بتعمل فيك، وده كلام، ده كلام رائع ان الكلمه بتقودنا للميلاد، سواء الماء كان الولاده الطبيعيه، سواء كان تفسير اخر، انا مش عايز ادخل في تفسيرات تانية، فكلها تقود الى اللي مش هيتولد من الروح مش هيدخل السماء. فده اللي قالوا عن نيقوديموس، وده كلام غير عادي، لان ده ادانا فكره عن الولاده الروحيه. ايه هي الولاده الروحيه؟ ايه هي الولاده الروحيه؟ الولاده الروحيه ان انا كنت بطبيعتي انسان ساقط، لان انا ابن ادم، فادم سقط فانا سقطت مع ادم، فانا اصبحت خليقه ساقطه. الخليقه الانسانيه الجسد اللي من الجسد جسد هو. فانا وقال ان الجسد عداوه، لكن اللي اقدر اقوله الانسان الجسدي ما عندوش امكانيات. الانسان الجسدي كل اللي عنده عداوه لله، ويخرج منه كل الجرائم والامور الصعبه، لكن الروح القدس بيحولنا الى ولاده شخصيه، بيولد جوانا انسان روحي بيتحكم فينا. لان لو ما كانش ده ما كناش نبقى نشبه يسوع. فلما خلق جوانا الانسان الروحي الجديد بالروح القدس، الانسان ده جاي بيعمل ايه؟ الانسان ده جاي عشان نقترب الى الله، لان الله روح الله بيتعامل مع ارواحنا. ايه هو الانسان؟ انسان جسد ونفسه روح. فالانسان بيعيش جسد ونفس، لكن الروح جوه النفس. الروح القدس ما يتعاملش مع النفس، بيتعامل مع الروح. فالحديث بينك وبين الله حديث روح لروح، وده اللي هنقدر نعرفه بعد شويه لما قال الكلام ده للسامريه. لو ندخل على عدد يوحنا 4، احنا اتكلمنا كده عن يوحنا المعمدان لما قال الحمامه او روح القدس هيستقر على المسيح، اتكلمنا عن لقاء المسيح مع نيقوديموس، ولما قال نيقوديموس من لم يولد من الماء والروح لن يرى ملكوت الله، وفهمنا انه الله بيتعامل من خلال الروح، الله روح. وهنيجي بقى للقائه مع السامريه اللي بيوضح لها السامريه، يعني حوار عجيب، لان هو اتكلم مع معلم عظيم. نيقوديموس ده كان معلم عظيم، معلم اسرائيل، وبعدين جه نزل لمستوى السامريه، الامراه اللي عايشه في الخطيه. اللي عايشه في الخطيه وكان ليها 5 أزواج ومشكلتها كبيره. حياه صعبه. ولكن المشكله ان كلهم كانوا فلاسفه، يعني نيقوديموس كان فيلسوف والسامريه كانت فيلسوفه برضه. فقالت له لما قال لها اديني اشرب، فقالت له المراه السامريه كيف تطلب مني تشرب وانت يهودي وانا سامريه؟ انت عارف ان احنا اعداء، لان السامريين هم انصاف يهود، ما هماش يهود انقياء. طبعا اليهود بالنسبه لهم دول مش يهود، فحصل اختلاف بينهم، فاصبح عداوه بين اليهود والسامريين. وعشان كده مثل السامري الصالح اللي قاله الرب يسوع هو كان حاجه عجيبه انه عدو. اليهود لا يعاملون السامريين. فاجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني لاشرب لطلبت انت منه فاعطاك ماء حياه. ماء الحياه هنا الروح القدس، لان وضحه البشير يوحنا في, 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 في يوحنا 7 ان كلمه ماء هي الروح القدس اللي بيقولها الرب يسوع. وبدا الحديث العجيب، قالت له يا سيد لا دلو لك والبئر عميقه فمن اين لك الماء الحي؟ الماء الحي مع الماء الجاري طالع من الارض. فلعلك اعظم من ابينا يعقوب الذي اعطانا البئر وشرب منه هو بنو موشي. اجاب يسوع وقال كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، لكن كل من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد، بل الماء الذي اعطيه يصير ينبوع ماء ينبع الى حياه ابديه. وده الحقيقه اللي بتتكلم عن الروح القدس، انه بينبع جوانا الى حياه ابديه. الروح القدس ناس كثيره قوي بتفتكر ان انا لما بقبل الرب يسوع معناها ان ضمنت السماء وخلاص. لا بالعكس، ده انت مجرد الروح القدس يسكن فيك فانك انت بدات مرحله جديده، انك انت تعيش حياه السماء على الارض. عاشت فيك. فتعيش كلام الرب يسوع على الارض عشان يشوفوا فينا يسوع، عشان تكون شهادتنا واضحه. وبعدين يتكلم معاها الكلام العجيب اللي قاله، وقال لها يا امراه صدقيني لما سالته بعدد 20 أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. فرد عليها، والرد العجيب اللي قاله يسوع قال لها يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم يسجدون للآب. ولا طب إزاي يعني أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم لأن الخلاص من اليهود. ودي حقيقة، لكن على 23 ده عدد مهم، 24 يقول كده ولكن تأتي ساعة وهي الآن الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب
بالروح والحق، لأن الأب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، الله الرب يسوع يصف أن الله روح، والساجدين والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. وخلينا نفك كلمة الروح والحق، لأن الروح الروح القدس، أن أرواحنا تبقى مرتبطة به بقى بروحه، فيحدثنا ويكلمنا ويقودنا ويتبكتنا. الإنسان المؤمن لما بيعمل غلط بيحس إن بركان جواه، فبيقدرش يستمر في الغلط، بيرجع تاني ويعترف بخلطه ويتوب عنه. الإنسان المؤمن الحقيقي ما بيكدبش، يكون كل كلامه حق، لأن يسوع حق، الله الأب حق، الروح القدس حق، كلهم الثلاثة عنهم متألمون حق، الله حق، فكل أولاد الله حق، يقول حق. وعشان كده الرب يسوع رفض الحلفان، أكن يكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد عن ذلك فهو الشرير. احنا بنحلفش لان احنا صادقين كل وقت. فده اللي قاله، ده اللي اتقال في الكلام السامرية. ناخد بالنا ان الله روح، وركز عليها ان الله روح. هيل. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا، لان الآب طالب مثل هؤلاء. أحبائي، قلنا أن يوحنا ذرة الضرائر في الأناجيل في الحديث عن الروح القدس. الإنجيل بحسب يوحنا، ليس إنجيل يوحنا، لكنه بحسب ما كتبه يوحنا منسوخ من الروح القدس، حين ركز وأفرد كون يسوع ابن الله، ركز على لاهوت المسيح، حيث ذكر معجزات، سبع معجزات تبرهن لاهوت المسيح، حيث ذكر كلام المسيح عن نفسه، أنا هو بكل الصفات الإلهية. لكنه أيضا أفرد مساحة خاصة جدا للروح القدس، الذي رأيناه من شهادة يوحنا المعمدان في أول إصحاح أن الحمامة ستستقر على المسيح، إلى حديث الرب مع نيقوديموس يقول له الروح يهب حيث الريح تهب حيث تشاء، وهكذا كل من ولد من الروح. على فكرة كلمة الروح هي الريح، نوما نيوما بالأصل اليوناني. ورأينا في حديثه مع السامرية يقول لها الذين يسجدون الآب بالروح والحق ينبغي أن يسجد. هنطلع على ترنيمة و نرجع نكمل الموضوع الهام جدا عن الروح القدس. خلي كياني يمتلي منك وعنك ما أغيب، خلي جمالك يكون بيا يا رب الحبيب، خلي كياني يمتلي منك وعنك ما أغيب، إيدك بإيدي وارفعني واسبيني بيك، لاسمك أغني أحلى الأغاني وعني بني داني، إيدك بلسم جروحي انت عناي، اشفي لي روحي انت يا ربي، بلسم جروحي انت عزائي، اشفي لي روحي
نصرة صارت كنديه انت ضماني وحدك اماني كل ضعف نصرة صارت أمين. أحبائي، نتحدث عن أحلى موضوع للمؤمن، عن روح الحق اللي قال عن الرب يسوع ماكن فيكم ويدوم معكم. طيب، اتكلمنا في نظرة سريعة كده عن روح القدس في إنجيل يوحنا، وأول ثلاث لقاءات للمسيح يوحنا المعمدان، او يعني اول لقاءات كبيره يعني يوحنا المعمدان ونيقوديموس والسمري. انا بس عندي تعليق على يوحنا المعمدان، لان يوحنا المعمدان في اصحاح 3 شهد الشهادتين، فعلق عليه الرسول يوحنا وقال لان الذي ارسله الله يتكلم بكلام الله، لانه ليس بكي ليعطي الله الروح. وهنا بيذكر في ناس كتير بتاخدها ان الروح القدس بيدي كل حاجه لكل الناس، لا، الروح القدس بيتكلم هنا عن الرب يسوع، هو الرب يسوع الانسان الكامل اللي كان الروح القدس ملؤه بالكامل، فكان في وحده كامله مع الروح القدس تماما. لكن لما في الكنيسه الروح القدس بيوزع المواهب طبعاً على اشخاص مختلفين واوفيسز، يعني نقدر نقول كل واحد ليه مكتب زي الملك والكاهن والنبي، فكل واحد فيه متوزع له شيء. ولما وزع اعمال الكنيسه وزع كل واحد مختلف غير الثاني، لكن الوحيد اللي هو اعطي له الروح القدس بدون كيل اللي هو الرب يسوع. ده شهاده يوحنا. في نيقوديموس انت ذكرت ان هو بيتكلم عن الروح القدس يهب حيثما يشاء، فهنا بيتكلم عن الروح القدس ليه الاراده المطلقه طبعا، بيهب بطريقته وباسلوبه، فمحدش يعرف ايه اللي هيعمله الروح القدس ولا حتى يتنبأ بيه، فالروح القدس ليه شخصيته طبعا الخاصه وحاجته. الجزء الاخير بنتكلم مع السامريه، وبعد قبل السامريه يعني الرب يسوع كان بيتكلم عن العبادة بالروح والحق. الرب يسوع يقصد تماما ان العابدين بالروح والحق اللي هم احنا نكون عابدين بالروح والحق. العبادة مش مقصورة على ناس، لكن مفتوحة لكل الناس، لكن الناس اللي لها علاقة شخصية به هم العابدين بالروح والحق. بص الحلقة أشرف يقولك ليس الآب طالب مثل هذه العبادة أو هذا السجود، لا، الآب طالب مثل هؤلاء السجدين. الآب طالب دول اللي روحه يسكن فيهم، بالزبط، اللي روحه بيدوبهم وبيكذبهم، بالظبط، والروحه بيملأهم بقوة فيشهدوا ليه شهادة مطلقة لأنها بالروح القدس. لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس، من خلال الشخص اللي بيقبل، من خلال الشخص اللي بيتكلم. مين نقدر ندخل بعد كده في, في, في الجزء اللي بعديه، وده جزء مهم. لو ندخل في يعني لو احبائي معاكم كتبكم المقدسه ممكن تتابعونا من انجيل يوحنا، احنا ماشيين بالترتيب، فاحنا انتهينا يعني بالسامريه في يوحنا 4،
وبعدين تاني ندخل للعيد العظيم بقى. لا قبل هندخل في يوحنا 6 ناخد جزء بسيط خالص. يوحنا 6 في عدد 63 قال لهم الآتي الرب يسوع الروح هو الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيء. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. وهنا الرب يسوع بيوضح أن كلامه هو روح وحياة، وهنا تلاقي قوة الرب يسوع أنه بيتكلم كلام حياة، كلام مطلق سلطانه كابن الله، وكلام بالروح القدس. فإذا هنا كلام مطلق، والروح هو الذي يحيي. اللي بيقول لك ان هو يقدر يستطيع ان يحيي بالروح القدس ده كلام مش مظبوط، لان الرب يسوع الرب الرب, الرب الرب لما بدا في التكوين كان روح الرب يرف على وجه المياه، والخليقه كلها كونت بروح القدس من خلال الرب يسوع بكلمه الاب. تاني بكلمه الاب من خلال الرب يسوع بقوه الروح القدس. فاذا الروح هو الذي يحيي، الروح اللي بيقود الشخص ان يقبل الرب يسوع، الروح اللي هو بيغير طريقة الشخص. لان احنا في حياتنا بنقول الاتي: انا خلصت واخلص وساخلص، خلصت بالايمان بالرب يسوع عمله على الصليب، فخلصت شرعيا قانونيا على الصليب بعمله على الصليب، واخلص عمليا اللي هو القداسة، فانا اخلص كل يوم الخطية اللي انا عايش فيها واتغير اكون على شروط الرب يسوع، وبعدين ساخلص من الجسد ويكون لي جسد ممجد، ولما اشوف اكون زيه. فاذا ده الترتيب اللي ماشي معانا. ندخل بقى على الجزء الكبير اللي هو في عدد في يوحنا 7، وده العيد العظيم. طبعا العيد ده كان عيد المظال، وعيد المظال ليه شوية. يقول في 37: في اليوم الأخير العظيم من العيد. عيد المظال كان 7 أيام، وكان بيضيف عليهم يوم اللي هو نزول التوراة على موسى في الجبل، بس احنا خلينا في 7 أيام. ده عيد عظيم لان كان اليهود بيجوا فيه ويسكنوا في خيام، ولغايه دلوقتي لحد النهارده ولغايه النهارده هنا يعني هنا كمان شفت ناس حاطه خيام هنا بيجيبوا، لكن هم في الكورتر القديم يعني في اورشليم يخرجوا ويعيشوا في خيام ويدوروا على البيرفكت ليمون ويزينوا الخيام من جوه ويحطوا الساعه فوق، لدرجه ان بعض الناس لما تدخل في تل ابيب بتلاقيهم حاطين الخيام في البلكونات وقاعدين كلهم عايزين. وعاده عندهم التقليد بتاعهم ان اصغر واحد في البيت لما يبقى الخيمه صغيره ينام فيها، فبياكلوا فيها كل وقت و7 ايام. فلو انت عندك بيت زي كده وتحط خيمه بره وتقعد مع عيالك 7 ايام بره في الخيمه، انا عارف اللي هيحصل ايه، بس اتس اوكي. لكن هو الهدف ان العيله كلها تتجمع مع بعض ومع بعض. لكن اذكر ان هم كانوا في ترحال وغرباء في ارض مصر، وفي تقليد قالوا التلمود ويوسفس، لما جبت لك الكتاب بتاعه يوسفس، قال ان التقليد مظبوط، ان هو كان الكاهن يطلع الفجر كل يوم من ايام العيد ياخد اناء ذهبي ويملاه بالميه، ينزل لغايه بركه سلمان ويملاه بالميه ويطلع ياخده، وده هتاف وشفار واغاني لغايه ما يطلع، وبعدين يدخل يضرب الشفار 3 مرات ويسكب الميه على مذبح النحاس. فكل يوم يعمل ده، كل يوم ده اليوم الاخير. وكان يقول الايات المشهوره اللي هقولها لك دلوقتي، يعني يقول من اشعياء 12: فتستقون مياه بفرح من ينابيع الخلاص، يقولها 6 ايام. لكن في يوم السابع هو بيعمل ده، يقول يجي في اشعياء 44 وعدد 3 يقول: لاني اسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسه، اسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك. في نفس اللحظات دي في اليوم العظيم وقف الرب يسوع ونادى الكلام اللي قاله، قال هذا ويقول كده: بالظبط في اليوم العظيم ونادى، وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. فخد الموقف اللي بيعملوه وتقليد يهودي ورد عليهم إن المياه دي جاية من عنده، ويجي الرسول يوحنا يقول: قال هذا عن الروح القدس، أن الروح الذي كان المؤمنين مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. وده اللي أخر الروح القدس في النزول، لأن فضل 40 يوم الرب يسوع معاهم، ولما طلع قال لهم هتجيلكم القوة، قعدوا 10 أيام بيصلوا وجالهم الروح القدس بعد ما طلع، لأن الرب يسوع أرسل الروح القدس
أخذ بالك من خلال يعني الرب يسوع طلب من الآب إن هو يرسل الروح القدس حسب طلبية الرب يسوع أرسل الروح القدس اللي اتقال عنه إن هو روح الآب أو الروح القدس أو روح المسيح فأرسل بناء على طلب الرب يسوع لأن عارف الرب يسوع أهميته فراح للأب وقال له أنا عايز الروح القدس يبقى موجود فيهم زي ما كان فيه أنا موجود بنفس الشكل بنفس الحجم بنفس الأسلوب وعشان كده الأعمال التي تقدر تعملها الكنيسة أعظم الأعمال اللي هو قدر يعملها لأن نفس الروح اللي هو اللي بيعمل الأعمال معاه هو نفس الروح اللي يعمل الأعمال معاه طبعا الرب يسوع يتميز بمعجزات سيادية عشان تثبت أنه هو ابن الله لكن معظم المعجزات ما هيش سيادية بس طبعا في معجزات سيادية زي إقامة العذر زي أنه هو أوقف الريح زي غفران الخطايا مين يغفر الخطايا غير الرب يسوع فده ده 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 معجزات سيادية لكن المعجزات المقادة كلها يقول عنه في أعمال الرسل أنه هو كان مقاد بالروح القدس فده ده ده شيء اساسي وده ادهن الرب يسوع ده ميراثه بطرس يخيم على ناس ويظله يشفي بولس جسد ومناديل وبعض الناس تقول لك اصل الموضوع ده انتهى في احد التلاميذ الموضوع ده ما انتهاش لان الكلام ده كان موجود لغايه القرن الثاني ما كانش في تلاميذ ساعتها صدقني ده كانوا كلهم ناس عاديين واستمر لغايه عصر هنرجع للقاعده ان الروح القدس هو اللي بيقرر مش احنا اللي بنقرر مش كده احنا ما قررناش ما لناش دعوه الروح القدس قرر يرجع تاني في العهد الجديد السلطان براحته مش بس طبعا بلا نقاش الكنيسه طول عمرها على مر الاجيال كانت تشفي لان صلاه الايمان تشفي المريض والرب يقيم فما هو حدش بيشفى غير بقوه الروح القدس اوكي يعني الوعد لينا ان صلاه الايمان تشفي المريض والرب يقيمه ويمسحوهم بالزيت لان الزيت هو علامه الروح القدس فده زيت لكن الكنيسة على مر الأجيال فيها شفاء وعلى مر الأجيال فيها لكن اللي حصل أنه في الإليانيزم كان جات لما إليانوس طلع وقال أن الرب يسوع مرحلة متوسطة ما بين الله والإنسان وبدأ الدفاع عنه بدأت أريوس there was when he was not يعني هو في شوية من ربنا بس في شوية من البني آدم بس هو ربنا هو مخلوق بس هو يعني مش زي البني آدمين هو يعني حطه في النص كده وجه بدع كتير زي شوديها وقالوا ان هو ملاك ميخائيل او رئيس جند الرب وتفر اللي عايزين يقولوا او المورمون قالوا ان هو مش ما هو مخلوق لكن هو مش مساوي للاب في الجوهر لكن وبعد وغير 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 وهكذا يعني ولا زال الناس كتيرة جدا بتقول الكلام ده لكن اللي عايز اقوله ان الاب والابن والروح القدس متساويين في الجوهر ليهم هو رأس واحد هو الله والثلاث شخصيات كلمة اقنوم معناها شخصية سريانية كلمة سريانية معناها والثلاثة متساويين بيعملوا في هارموني زي بعض بيبقى ماشيين في نفس الخط يعني انت لو شفت في الخلاص بتلاقي الروح القدس كان شغال والاب شغال هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد وتلاقي الروح القدس كان شغال في قلوب الناس حواليهم وعمل الخلاص بيشتغل بقوة الروح القدس جوه القلوب فاذا كان موجود في الخليقة كانوا موجودين ثلاثة في كل عمل بيعمله الله الثلاثة موجودين فبيشتغلوا في تناسم وفي تناسق غير عادي وعشان كده يقول أغسطينس ان فاضت المحبه اللي بين الثالوث الاقدس وقرر ان هو يخلق انسان ويبقى المحبه دي جواه فالله يكون بينه وبين الانسان محبه وعشان كده قال لذتي مع بني ادم فده اللي اتقال في الكلام ده بيتكلم عن الروح عن الاقانيم لكن ده اللي اتقال في العيون العظيم الكبير ان هو رب يسوع مصدر الحياه تقبله تبتدي تتفجر فيك يعني بيع الحياة الروح القدس يسكن فيك وتبتدي تتغير أوجه وجهة نظرك لأن أنا كنت ملحد قبل الإيمان لكن لما بدأت أؤمن الرب يسوع غير فكري غير قلبي والكلام اللي كنت بقوله الناس دي مش كويسة الناس دي مش حلوة الناس دي نقدت وانتقدت وقلت لكن الرب غير الاتجاهات كلها ورجع فكري تاني للكتاب لأن الروح القدس اشتغل جوايا وغيرني وزبطني وعدلني وبعدين الاختبارات القوة لما بتاخد اختبارات القوة وتحس بالروح القدس انتريت بالروح القدس والكتابة بدأت تقلب بطريقة مختلفة والأسلوب بتقلب بطريقة مختلفة وتحس ان الله بيتعامل معاك معاملات غير عادية وتسمع صوت الرب جواك بهمس من جواك وتحس تتعود عليه كل يوم تتعود عليه وتحس ان ليك علاقة معاه تحس ان انت كل يوم ماشي معاه مش بس الصلاة ان هي ساعة الصلاة اللي انت بتصلي 24 ساعة متصل بيه كل وقت خلينا ندخل في جزء تاني وطبعا ده اللي هندخل فيه دلوقتي اللي هو الجزء المهم اللي احنا هنتكلم ندخل في 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 الأبر روم ديسكورس او في الاصحاح من 14 ل 16 العليه وده حديث خطير حديث خطير طبعا خدوا بالكم ان ده الحديث اللي قاله الرب يسوع لتلاميذه بس ال 11 وده كان حديث سري بينه وبينهم وقال فيه كلام غير عادي
يعني. وطبعا ده الكلام ده خلاص كان يهوذا اخذ اللقمه وخرج وبدا خلاص يتكلم يسوع عن اسرار الملكوت وبدا كل حاجه بدا يعلمهم اسرار الملكوت ويبتدي من عدد 14 صح 14 ويتكلم عن الجزء الوحيد ورايح عند 16 كده يقول لهم انا اطلب من الاب ان يعطيكم معزيا اخر يمكث معكم الى الابد. ودي اول حاجه روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يخبره لانه لا يراه ولا يعرفه، اما انتم فتعرفونه لانه ماكث معكم ويكون فيكم. ده الجزء ده خطير جدا 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 لانه قال يمكث معكم الى الابد. فالروح القدس لا يترك المؤمن حتى لو اخطا، يؤدبه ويظبطه، ان الذين في يدي لا يستطيع احد ان يخطفهم، ده وعد الرب يسوع علينا، فيظبطه ويعدله ويؤدبه لدرجه الموت. لكن لا يخرج الروح القدس من المؤمن ويفضل الروح القدس في الكنيسة ونصبح احنا هيكل الروح، الكنيسة كلها تصبح هيكل الروح القدس وروح الله ساكن فينا. فده ما فيش نقاش فيه، لا يفقد المؤمن الروح القدس سكناه، قد يضعف الروح القدس جواه لان الخطية تضعفه ويحتاج يمتلئ مرة تاني ومرة تالت ومرة رابع. ولو عندك مهمة خاصة الروح القدس يملأك بمرة بقوة جديدة عشان تتكلم، لان هو عادنا هنعرف دلوقتي ان احنا مش هنتكلم نفسين. لكن هو روح الحق الذي يستطيع العالم لان يقبله، ان العالم للأسف اتملى بالزيف، احنا لغايه دلوقتي مش عارفين الاخبار اللي بنسمعها صح ولا غلط، مفيش حاجه، لدرجه ان احنا دلوقتي عندنا كتب غلط، لدرجه عندنا احاديث غلط، لدرجه عندنا ابحاث علميه غلط، لدرجة ان احنا حتى الابحاث العلميه اللي انا مهندس والابحاث العلميه اللي بنقيس بها الزمن بتاع الكره الارضيه ما هياش مش مؤكده لا موثوق بيها، اللي هو الكربون داتا، اللي هو الراديو كربون داتا، او وحتى لما بيحط يورانيوم مع يورانيوم ما بيقدروش يظبطوها. والاعمار اللي احنا بنتكلم عنها ان الارض 13 بليون ونص سنه وده والكون كله وكذا وده حصل كذا، دي كلها ارقام فلكيه كده يعني خدوها كده، ما هياش مثبتة ولا ليها اي حقيقة علمية يعني. ده لا اقدر اقوله لك، لكن حتى ده الناس استخدمته بصورة غلط. حتى نظرية داروين عملوها نظرية وبيقروها انها حقيقة رغم انها مش مثبتة وانها فشلت تماما وعلميا ما فيش، الحلقات المفقودة ما توجدتش واصبحت منتهية، لكن لازالوا بيدرسوها الايفولوشن او ده شيء اساسي. لكن الكذب مليانة من كل ناحية، لو انت معانا في نص امريكا نعرف ان احنا اولادنا بالكذب حواليهم من كل ناحية، لدرجة ان احنا بيحاولين يشككوا كل اولادنا في جنسياتهم، انت ولد ولا بنت، انت ده ميولك ايه وده مش ميولك ايه، وبدأوا يعلموهم امور غريبة في الحضانة وسنة اولى وسنة تانية وسنة تالتة، اطفال في براءة اطفال براء، لكن ده شوه الحق. لكن الروح هنا بيجي عشان يرجع الحق، هو روح الحق اللي بيتكلم عن يسوع، بيتكلم عن الحق الالهي، بيتكلم ان ملكيه الله لينا، بيتكلم على ان احنا لينا حق ان احنا ندخل محضر الله، بيتكلم ان احنا لينا حق ان احنا نكون مؤمنين، بيتكلم ان احنا لينا حق ان احنا نعيش حياه سعيده ورائعه حتى لو كانت مملوءه بالالام، لان يسوع وعدنا انه هو قد غلب عنا. امين. ندخل الجزء الثاني. في يوحنا 14 26 خلينا ناخد يجي يتكلم بقى عن المعزي ويقول كده: اما المعزي الروح القدس سيرسل، الذي سيرسله الاب باسمي. ناخد بالنا بيعمل ايه؟ الاب يرسله بايه؟ باسم الرب يسوع. فهو الرب يسوع طلب مخصوص: هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته. طب الكلمه بقى المحوريه هنا المعزي. المعزي البراكليتوس اللي هي ليها ثلاث ترجمات، تلاقيها في بعض الترجمات المعزي اللي هي عندنا احنا معزي اللي هو يعزينا، او المحامي المدافع عنا، او الهيلبر اللي هو يساعدنا، اللي هي معناها ان هو يكون رفيق ليك حتى في كل شيء، المرافق ليك فيرشدك فيعلمك لانه فالمعزي المشجع. مشجع طبعا، لانه كلمه معزي مش معناها ان انت في جنازه بيعزيك، لكن هو بعض الاوقات بيعمل كده فعلا، بيعزي في وسط الجنازه، مشجع للاخر. طبعا لكن كمان الهيلبر اللي بعض الترجمات الكبيره زي الاي اس في بيقول هيلبر، اللي هو مساعد، بيساعدنا في كل شيء في امور حياتنا، لدرجه ان هو بيتدخل في امور حياتنا ويساعدنا لما بنطلب منه. وكمان الشيء الاساسي ان هو بس ادفوكيت، اللي هو محامي. والكلمه دي اتقالت بس
يعني كلمة باركليتوس دي اتكلمت بس عن ان الرب يسوع بيشفع فينا الموجودة في يوحنا، فانا خد الكلمة الرب يسوع بيشفع في المؤمنين وخد ان روح القدس بيشفع فينا، وده موجودة في طبعا في روميا لما بيقول يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. فطبعا فالجمال بقى دلوقتي في عمل الثالوثي أشرف، أيوة حبيب، انه الروح القدس يشفع فينا ويسوع بيشفع فينا ويسوع يشفع لنا، الاثنين بيشفعوا فينا او لنا نفس يعني عشان كده رب يسوع بيقول ارسل لكم معزيا اخر. انا لقيتك كمان متكلم على اخر ديت اخر لانها نفس النوع، لما تلاقيها موجوده مش يعني مش مختلف، مش عايز اعقد اليوناني لان في ثلاث كلمات للموضوع، لكن هي لما تاخد الكلمه دي تلاقيها نفس النوع. فالروح القدس من نفس نوع الرب يسوع، من الرب يسوع ما قالش انها بعت لكم واحد مختلف زي، فلا اترككم يتامى بل ارسل لكم المعزي. هنجيلها بعد شويه، هنجيلها بعد شويه، فناخد الايه وندركها بعد شويه. لكن لو دخلنا في يوحنا 15:26 يقول كده: متى جاء المعزي الذي سارسله اليكم من الاب روح الحق الذي من عند الاب ينبثق فهو يشهد لي. الروح القدس عنده شغلانه واحده بس، واحده بس، هو ان يشهد للرب يسوع. ناس كتيرة بتفتكر ان هو الروح القدس عشان يعمل معجزات، ناس كتيرة بتفتكر ان الروح القدس عشان نعمل امور غير عادية. الرب يسوع ما عملش ولا معجزة للشوف، الرب يسوع عمل معجزاته كلها بخطة وبدقة مرسومة، والروح القدس جه عشان يشهد للرب يسوع. عمل الروح القدس الاساسي في الكنيسة وفي حياة المؤمنين هو ان يشهد للرب يسوع. ماشي، عندك حاجة تحب تقولها؟ حاجات طيب. ندخل على يوحنا 16 الجزء اللي انت عايزه. في يوحنا 16 وعدد 7: لكني اقول لكم انه خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي، لكن انا ذهبت، ولكن ان ذهبت ارسله اليكم. ومتى جاء ذلك يبكت هو خير لكم ان انطلق، لان هو عارف ان هو الروح القدس هيعمل في المؤمنين ويديهم قوه زي ما هو قوته. وانت قلت ان هو نفس الشكل، لان يعني الرب يسوع الغريب ان الرب يسوع لما بيتكلم عن الروح القدس بيتكلم عن الروح القدس كزيه، يعني انا هبعت لكم واحد زيي، انا وهو واحد، احنا زي بعض، فمش مش 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 نفس النوع، يعني حتى مش اخوات، اقوى من 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 محبه الاخوات، مش اب وابن، ده اقوى من كده، ده الاثنين زي بعض. فالكلام ده كلام خطير، لان كلمه يعني الكلمه اليونانيه، خلينا هل كنت تعرفوها، اولاس معناها نفس النوع، طلعها من اليوناني اللي تعرف يوناني تلاقيها نفس النوع، ومش مختلفه خالص عن هيتروس، لان هيتروس ان هو يكون من نوع مختلف، لكن ده من نفس النوع. فاذا الروح القدس من نفس نوع الرب يسوع، الروح القدس جاي عشان يشهد الرب يسوع، الروح القدس جاي عشان يعلمنا، الروح القدس جاي عشان يدربنا، والروح القدس جاي عشان يقود حياتنا لمجد اسمه. الروح القدس جاي يبكت، وده الخطير. احنا في بعض الاوقات بنفتكر ان احنا اللي هنوصل الكلمه، ان احنا مش هنوصل حاجه صراحه، ان الروح القدس هو اللي بيبكت. ويبكت على ايه؟ على ثلاث حاجات في منتهى الخطوره. ايه هي ثلاث حاجات؟ يبكت العالم ان هم ما يقبلوش الرب يسوع على خطيه، دي خطيه مش خطايا على فكره، دي خطيه. فالخطيه ان هم ما بيقبلوش الرب يسوع، فده اول حاجه بيبكت بيها العالم على خطيه. تاني حاجه بيبكتهم على بر، لان انا ما عنديش بر، ولا اي انسان عنده بر. احنا عملنا عمليه تبادل مع الرب يسوع على الصليب، خد بره وادانا له خطيتنا، فحمل خطايانا على الصليب. فاذا انا بيبكت على البر اللي احنا فقدناه، يعني احنا فقدنا ان احنا نكون عندنا نوع من علاقه مع الله، فاصبحنا في قطار ان احنا رفضنا الرب يسوع، دي خطيه. تاني حاجه البر اللي هو ادهولنا الرب يسوع كان المفروض يدهولنا فنتبرر بيه، احنا رفضناه، فاصبح بكتنا على بر الرب يروح القدس، انت كنت المفروض تبقى بار مبرر بدم الرب يسوع، لكن انت ما قبلتش، فهو بكتك على بر. وبكتك اخر حاجه على الشيء الخطير خالص، ان هو بيبكت على الدينونة. ودي بعض المفسرين اطنبوا فيها وطولوا قوي. الدينونة بتاعت ايه؟ ابليس اصله محكوم عليه بالدينونة،
فانت لانك ما قبلتش الرب يسوع فانت فضلت ابليس عن الرب يسوع، فانت ابليس محكوم عليه بالموت بالدينونه، ومحكوم عليه انه يلقى في 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 البحيره المتخضه بالنار والكبريت الى ابد الابدين، والموت معناه هنا الانفصال عن الله مدى الحياه. فاذا ده ابليس، فانت الدينونه اللي جايه لك اللي بترعبك انك انت هتنفصل عن الله مدى الحياه وتعيش منعزل وما يكونش ليك حياه ابديه. وده خطير جدا، لانه لان رئيس عالم رئيس هذا العالم قديم، و انت عندك مصير ابدي تعيش للاسف. فانا قبل ما اكمل بدعوك ان يكون ليك مصير ابدي رائع مع رب يسوع. في اللحظات الجايه اطلب منك ان انت تراجع نفسك وتفكر ايه معنى الحياه من غير يسوع، ايه معنى الحياه انك انت تكون بعيد عن الله. الرب يسوع بيقدم الدعوه ليك ان هو مات عشانك، هو حبك الى المنتهى، مش بس هو بس الآب احبك الى المنتهى فارسل ابنه عشان يموت عشانك، والروح القدس بيحبك لان الروح القدس عايز يغيرك عشان تكون على شكل يسوع. لكن النهارده انت عندك فرصه، لان الله ادى الانسان الاراده الحره المطلقه انه يختاره يحبه ولا ما اختاروش. فالنهارده انا بطلب منك، انت بديك الفرصه انك تختار الله، تختار يسوع ان يكون سيد على حياتك، تختار يسوع ان يكون رب على حياتك، تختار يسوع وتؤمن بعمله على الصليب فتغفر خطاياك فتبقى ليك حياه جديده وتمتلئ بملء الله، والروح القدس يسكن فيك والروح القدس يملأك بقوة فتشهد عن يسوع وتكون حياتك شهادة لها معنى عجيب في حياة ناس كتير. مين؟ أنا مبسوط إن احنا يعني قادرين نمشي في الكلام العميق دوت بسرعة، ويعني أعتقد حضراتكم عذرنا في السرعة لأنه كلام عميق وكبير ومهم جدا، ما ينفعش يعني نضغط عنه. اشرف بقى الكلمات الاخيره المجيده ديت، عدد 13، واما ما تجاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق. لانه لا يتكلم نفسه، اول حاجه الروح القدس لا يتكلم نفسه، بل كل ما سمع يتكلم به ويخبركم بامور اتيه. الروح القدس جاي يخبرنا بالمستقبل. فانت لو قبلت الرب يسوع بتاخد الاشورنس، بتاخد الثبات، بتاخد الثقه ان انا رايح السماء معاه، وتاخد الثقه انك هتعيش يوم بيوم معاه. ومش بس كده، الروح القدس ما بيألفش كلام. الروح القدس الكلام اللي سمعه من الاب واللي سمعه من الابن بيقوله. فانت بتاخد الكلام كله اللي اتقال، وعشان كده الكتاب المقدس ذكر التلاميذ بكلام سمعوه المسيح قاله وكتبوه والانبياء قالوه، ولا زال بيصنع الروح القدس معانا احنا، لا زال بيذكرنا. تبقى في وسط الشده وفي وسط الالم وتسمع ايه، تسمع كلمه وترجعك تاني للفكر، وتلاقي نفسك في هدوء وفي راحه وتركع وتصلي. وده اللي حصل معايا في اوقات كتير، وتلاقي نفسك الرب يتعامل معاك بامور غريبه لان هو الروح القدس بيعلمنا. ويقول في عدد 14 الايه الشهيره ازيك يمجدني. مين بيعمل ايه الروح القدس؟ بيمجد الرب يسوع. الروح القدس مش جاي يمجد الروح القدس، والروح القدس مش جاي ملوش ولا يمجد المؤمنين ولا يمجد اي حد. الروح القدس بيمجد بس الرب يسوع. اللي بيمجد نفسه ما هوش مسيحي اساسا، والشخص اللي بيخرج منه لا حق ولا تكون حياته تشهد للابن يسوع بالروح القدس فهو مش مؤمن ويتوب. لان لو ما كانش حياتك محورها الرب يسوع وقدم الروح القدس فانت خرج خارج الاطار. وبعدين لان هياخذ مما لي ويخبركم. اذا الروح القدس بياخذ من مين؟ بياخذ من الرب يسوع، ياخذ مما لي ايه؟ ويخبركم. وبعدين يقول الكلمه الايه الشهيره في عدد 15، كل من الاب فهو لي، لهذا قلت ان ياخذ مما لي ويخبركم. وهنا الرب يسوع بياكد مساواته للاب، وهنا بيبان الثالوث الاقدس في الايات الموجوده، الاب والابن والروح القدس. فاحنا كمسيحيين لا نؤمن بثلاث الهه، لكن بنؤمن باله واحد اميه، اله حقيقي. والاله بيتعامل بيورينا نفسه. اذا كنا احنا البني ادمين واحنا محدودين معقدين وعندنا نفس وجسد وروح، فما بالك الله الغير محدود في طريقته. وان كان الله عايز يوضح لنا جزء شويه من 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 جلاله وعظمته، لكن على قد مفهومنا المحدود. يمكن ربنا يدينا نعمه نتكلم عن الضوء، لان الضوء بيوضح كتير قوي عن الله. ولما ناخد يعني اينشتاين في 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 1905 لما خد جائزه نوبل، اثبت ان الضوء ليه دول كاركتر، هو ويف ماس وانرجي، لا ويف ويف ولايت يعني. فاثبت ان هو ويف وماس، فيعني ادي الماس اللايت ماس والويف، فالاثنين مختلفين خالص.
لكن اثبت ان هو ليه الدواليتي الموجوده. طبعا الكوانتم فيزيكس النهارده ورتنا ان الضوء ليه حاجات كتيره مختلفه، لكن انا مش عايز ادخل لما في انك انت تحط منشور وتشوف الضوء بيتقسم لثلاث اضواء ويدخل واحد ويدخل ثلاثه، لكن عايز اقول ان الله حاول يوصل لنا هو مين الغير محدود لعقلنا الغير محدود، لكن الكتاب المقدس بيعلنه ان هو اب وابن وروح قدس، واحنا لما يكون لنا علاقه معاه بنحسه وبنلمسه وبنعيشه. امين امين. حبايبي يعني عاده بحاول الخص الحلقه، لكن لما اجي عن روح قدس اعتقد مش هقدر الخص. حديث العليه اخر حديث لرب يسوع مع تلاميذه، وانجيل يوحنا كله اللي تأملنا فيه النهاردة، وزي ما كنا بنقول يا أشرف we scratched the surface، احنا بس نبشنا في يعني قشور القشور في موضوع روح القدس. لكن أول ما قال الرب يسوع قال لتلاميذه حينما كان على مقربة ساعات من رحيله: لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم. وهذه هي الطريقة التي أتى بها إليهم بعد رحيله عنهم بالصليب، وبعدما قام وظل يظهر 40 يوما وصعد عنهم إلى السماء. بعد 10 أيام أرسل لهم المعزي، معزيا آخر من ذات الطابع من ذات الحضور، ماكث معكم ويدوم فيكم إلى الأبد، معزي يشفع فينا كما أنه عند الآب أيضا يشفع فينا، معزي يذكرنا بجميع الحق الذي قاله يسوع، لأنه روح الحق يذكركم بكل ما قال يسوع ويخبركم أمورا أتية. معزيا آخر هو المعين الذي يعيننا على هذا العمل الموكل إلينا، معزي يعيننا على حياة القداسة ويثبتنا في الحق، هذا المعزي الذي يغيرنا كل يوم، روح قدس الذي يغيرنا كل يوم إلى تلك الصورة عينها، صورة يسوع من مجد إلى مجد كما من رب يسوع كما من رب الروح. هذا المعزي الروح القدس الذي يعمل في قلوب الخطاة فيبكتهم على خطية وعلى دينونة وعلى بر، ويعمل في قلوب المؤمنين فيمجد يسوع، بيقول ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. خلينا أقول آخر حاجة، آخر حاجة في إنجيل يوحنا إصحاح 20 وعدد 22 لما قال هذا، لما دخل في وسطهم وهم خايفين وقال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس. الناس بتسأل هو نفخ ليه؟ دي نفخة حياة، لأن الرب يسوع هنا بيعلن إعلان خليقة جديدة، زي ما آدم اتنفخ فيه فخد خليقة، فالرب يسوع هنا بيعلن إن الكنيسة ابتدأت كخليقة جديدة، خليقة روحية جديدة موجودة، فنفخ فيهم، فهنا قبولهم الروح يسوع روح القدس معناه إنهم كانوا مؤمنين، لكن الروح القوة هتحل عليهم بعد كده في أعمال. آمين. تيجوا نصلي علشان روح القوة ديت، عشان ما نتحركش خطوة كمان من غير الاتكال التام والملء التام والاستمتاع التام والخضوع التام لروح الله. تيجي نصلي ان حياتنا ما تبقاش فارغة من قوة الروح وملء الروح. تيجي نصلي ان الخطية اللي في حياتنا اللي بتطفي عمل الروح تنتهي علشان الروح ياخد راحته في حياتنا. تيجي نصلي انه يسود هو علينا علشان يسوع يتمجد، علشان يظهر ثمر الروح، علشان يظهر قوات علشان تمجد يسوع. تيجي نصلي ان احنا نكون انيه للكرامه متاحه لعمل الروح يعمل بينا ما يشاء هو. تيجي نصلي ان روح قدس الان يمجد يسوع في حياتنا كافراد وفي حياتنا ككنيسه. هو ده هدف حلقتنا النهاردة، نحنا بس نتعلم عن الروح القدس اللي كلمنا عنه البشير يوحنا، علشان نعيش علشان نمجد يسوع من خلال روحه. هننهي الحلقة بترنيمة، ولكن قبل ما نطلع ترنيمة أنا حابب أصلي نص دقيقة. شكرا لكم أحبائي، وبصلي إن الرب ياخد الكلام ده ويفعله في حياتنا.
شكرا ليك اخويا اشرف، كلام مبارك وكلام حقيقي. انا عارف ان انت عايشه قبل ما بتكلمنا عنه، وبصلي ان ده يكون بركه للكنيسه يا رب. اشكرك يا سيد لانك ارسلت لينا المعزي. يا رب بصلي من اجل روحك انه يملا الكنيسه، انه يملانا، انه يسود فينا، انه يمجد يسوع، انه تشيل مننا كل شائب، كل عائق، كل ما يطفئ روحك، كل رب ما يحزن روحك. نعم. وتملأنا رب بالقداسة اللي بها نراك وبها ينطلق روحك من خلالنا لكي يمجد يسوع. رب أشكرك من أجل كلمة اليوم، بارك عبدك وبارك رب عبيدك السامعين، ومجد المسيح فينا من خلال روحك. لك المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع الأجيال دهر الدهور. آمين 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 آمين. نشوفكم في حلقة جاية من برنامجكم خطوات قدام. صبر سنين بكل يقين وإيمان، لسه مشخصين ومنتظرين نشوفك بالعيان. بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان، لسه مشخصين ومنتظرين نشوفك